الأجواء التي تسبق مباراة اليوم، أي متعة تنتظرنا. أيضا على مستوى الطقس جو رائع جدا في هذا اليوم، بقي على الأسفل نشاهد ما يمكن أن يقدم اللاعبين، ونتوقع أن نشاهد مباراة مثيرة. مشاهد رائعة جدا في المدرجات، الجنون عند المشجعين، الشغف العالي، الألغاز، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. كرة راسية، فاتت ومرت، وصلت إليه كريم بنزيما، تيرني، كرة من جهة اليمين، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل وصلت إليه، حتى الآن بدون أهداف، انطلاقة خطيرة يحصل على المساحة. جامي يلعب كرة للجانب الأيمن، تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. جامي يمر يلعب كرة بينية، رودريجو تصدي رائع جدا، يحصل على الركلة الأولى والخصم بدون ركليات حتى الآن. ينجح في بعض الكرة، الآن فرصة لهجوم عاكس، الخطورة الآن في الجانب الآخر. كوكو، ميكيل ميرينو يلعب كرة على اليسار، هناك كانت جميلة لكن في نهاية التحدي تفوق الدفاع، كسب الريال على حساب الهجوم. يلعبها داخل الثمن، نيمار ركنية رقم 2 بالنسبة لهم، وحتى الآن منافس بدون ركنيات. الآن محاولة لرد الخطورة، هذه هي كرة القدم. تيرني لم ينجح اي فريق في الوصول للمرمى. ميكيل ميرينو، جامي تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. رودريجو، لوكاس فاسكيز، رودريجو يسدد مرة أخرى. ليست قطعة قماش على ذراع قيادة المجموعة، عمل كبير جدا من القائد، يعطي الكثير من الثقة للزملاء ويتألق في كل الأوقات. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية، هذا اللي يقول لك لاعب حاسم. هذه قدرات خاصة، هذه مهارات خاصة لا يتمتع فيها إلا القليل، تمركز، التموقع، سرعة ردة الفعل، انتباه الكرة في الملعب، استغلال الفرص، هذا أمر كبير جدا. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. في نهاية ونهاية الشوط الأول، من الممكن أن يحصل على نتيجة أكبر لو نجح في استغلال الفرص المتاحة. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. مدريد يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. لوكاس فاسكيز، ميكيل ميرينو، يوهان كرويف، جامي، تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. هالاند ويمر، يلعبها على اليمين، العرضية ملعوبة. كوكو ممتاز في التمرير، رمية جانبية،
بينية طويلة عليه الاستمرار في المحاولة والهجوم. لاحظ النهج الجديد في الهجوم، لاحظ تقدم جيد. يشتت هذا بعيدا. يوان كرويف، يوان كرويف تراوري. واضح ان الفريق لا يغامر في الشوط الثاني من هذه المباراه، تقريبا يسخر امكانياته وطاقاته للدفاع عن النتيجه بدلا من الهجوم وتعزيزها. دفاع غير عادي ممنوع العبور اليوم. نيمار يسعون لاستغلال المساحه الخاليه. شوف المتعه والفن والامتاع بالكره. لمسه يشتت الكرة بعيدا. لا يرغبون في التراجع والدفاع فقط، يهاجمون يتقدمون يحاولون ان يصلوا الى هدف التعزيز في هذه المباراة. اجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد ان كانت كرة خطيرة جدا على مرمى الفريق. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا سلام، مرور جميل. لم تمر الكرة العرضية. يحصل على ركنية ثالثة. مقابل ولا رقية في الضربة الرأسية. أي فرصة مع رقية في المباراة والخصم بدون رقيات حتى الآن. تسديد الكرة. ألابا. تأتي الإمكانية لتعزيز تقدم وقت المباراة في الدقائق الأخيرة المتبقية. لمسة على اليسار. ميكيل مينو. هل تكون هذه فرصة تعادل؟ لم يتبقى أمامه الكثير من الوقت وعليه استغلال الفرصة. أندري سيلفا. يوم للنسيان عبر